هل للمنفرد جمع بين المغرب والعشاء إذا صلى متأخرا في المسجد الذي قد جمع إمامه لأجل المطر؟ على ما ذكره الفقهاء يقولون نعم، ولو صلى في بيته يجمع، أو في مسجد طريقه تحت ساباط يجمع، إذا جمع الناس، لأن الرخصة تعم المسلمين الحاضرين، ولكن المسلم يعني يتقي الله عز وجل إذا كان ما حضر الجمع وهو في مكان حصين ولا يجيه مطر ولا يجيه شيء، خلي كل صلاة في وقتها ولا حاجة إلى الجمع. لكن لو جمع ما نقول صلاتك باطلة. نعم.